وضع محافظ كفر الشيخ علاء عبد المعطي حجر الأساس لمصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية في قرية شابة بمدينة دسوق، والمقرر إقامته على مساحة 12,000 فدان وبطاقة 600 طن في اليوم. أكد محافظ كفر الشيخ أن المصنع يخدم مركزي دسوق وفوة، ويتم تنفيذ المشروع في خلال 22 شهر ضمن مشروع تطوير مصرف كيتشنر بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، وتمويل مشترك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي. أشار إلى أن مشروع إنشاء مصنع تدوير المخلفات في دسوق يأتي ضمن ثلاث مصانع يتم تنفيذهم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، وذلك ضمن خطة حل مشكلة تراكم القمامة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، مما يخلق فرص عمل جديدة للشباب. بنتشرف بوضع حجر الأساس لمصنع تدوير المخلفات الصلبة في، وده وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على بيئة نظيفة لكافة المواطنين المقيمين على مصرف كيتشنر أو بالقرب منه. احنا الحمد لله من عدة أيام وضعنا حجر أساس لمصنع في الحمول، النهاردة بنضع حجر الأساس في مصنع دسوق، إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة هنضع حجر أساس آخر في كفر الشيخ، وده من شأنه طبعا لتحسين الأحوال البيئية والصحية لكافة المواطنين المقيمين بالقرب من مصرف كيتشنر أو المقيمين في الدوائر والبلاد المطلة عليه. أكد موقع فاينانشال تايمز أن قطاع السياحة في مصر أثبت قدرته على الصمود أمام الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من تأثر العديد من دول المنطقة والتي لم تعد موجودة سياحيا. أكد الموقع كذلك أن مصر أثبتت قدرتها على الصمود في قطاع السياحة، وأشار رئيس المجموعة TUI العالمية إلى أنه يثق في الإمكانيات السياحية في قارة إفريقيا، لافتا إلى أن هناك عددا من الوجهات السياحية تحظى بإقبال كبير من بينها مصر. جاءت مصر ضمن أفضل عشر دول إفريقية في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة خلال العام الجاري 2024، ما يسلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية لتحفيز النمو الاقتصادي. كشف تقرير جديد أجرته جامعة ييل الأمريكية أن مصر جاءت في مؤشر أداء بيئي بلغ 43.8 نقطة. يستند هذا التقرير إلى 58 مؤشرا و11 فئة، تشمل هذه الفئات تقييم لجهود الدول في مجالات متعددة، من التخفيف من أثار تغير المناخ وتلوث الهواء إلى إدارة النفايات واستدامة مصائد الأسماك والزراعة وإزالة الغابات وحماية التنوع البيولوجي. أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق السكنية والصناعية والزراعية بسبب خلل في إمدادات الوقود. وفي بيان لها أعلنت الوزارة قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق السكنية المكتظة بالسكان في جليب الشيوخ وحولية والسالمية ومبارك الكبير وصباح الأحمد السكنية والعمرية والفروانية والجهراء القديمة وأبو فطيرة وغيرها. أكدت الوزارة الكويتية أن هذه الخطوة تأتي حفاظا على استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد. أظهرت بيانات المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل نمو الاقتصاد بأقل من المتوقع في الربع الثاني من العام 2024. نما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.2% في الربع الثاني على أساس سنوي، وهو ما يعكس تراجع الناتج الإجمالي المحلي في الربع الثاني على أساس نصيب الفرد منه بمقدار 0.4%، ويعزي الارتفاع
في الناتج المحلي الإجمالي إلى الإنفاق الحكومي الذي ارتفع بنسبة 8.2% في الربع الثاني، في حين كان هناك انخفاض بنسبة 1.9% في إنتاج الأعمال والمشاريع التجارية.